السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الصوت واضح. الصوت واضح. الصوت واضح. إن شاء الله. إحنا المرة الماضية وصلنا عند مجتمع الأزمة شيء. المجتمع الأزمة أخذناه. اليوم إن شاء الله راح نكمل عند أسباب الأزمة. مو هيك؟ تأكد بس. بالنسبة للأزمات بشكل عام، يعني لا يوجد أزمة إلا يكون هناك سبب لحدوث هذه الأزمة. فبعض الأزمات قد تكون على مستوى الدولة، وقد تكون على مستوى المنظمة، وقد تكون على مستوى الفرد نفسه. فالأزمات احنا الكبيرة جدا اللي بنسميها أزمات قد تكون مؤثرة على مستوى الدولة، قد تسمى أو أسبابها تكون سياسية عادة أو اقتصادية أو اجتماعية. قد تكون هذه الأزمات كبيرة جدا على مستوى المنظمة بشكل عام. مثل هذه الأزمات يجب أن يكون هناك مجموعة من الحزم الإصلاحية، سواء كانت حزم سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لإصلاح هذه الأزمات بشكل عام. هناك طبعا في أزمات خارجة عن إرادة الإنسان، ويعني تسبب عملية أو تأثيرات كبيرة جدا على المنظمة، مثل الأزمات اللي قد تكون ناتجة عن الأزمات الزلازل والكوارث الطبيعية وغيرها من هذه الأمور. هذه أزمات تحدث على مستوى كبير وتكون مؤثرة على منطقة كاملة أو مجموعة من الدول أو الدولة واحدة، وبالتالي أيضا تأثيرها بيكون على المنظمة كبير جدا. في الأزمات اللي بتهمنا احنا، الأزمات اللي على مستوى المنظمة بشكل عام، خصوصا ما يتعلق بالأمور على مستوى الدولة، فبعض الأزمات قد تكون مثلا ناتجة عن قوانين معينة أو تغييرات قانونية معينة، سببها تغير القوانين بالدولة أو سياسات الحكومة تجاه منظمة الأعمال، قد يكون له أثر نوعا ما في التأثير على المنظمة بشكل عام. أيضا يعني الأمور الاقتصادية المتعلقة على مستوى الدولة بالتضخم، بالكساد، بعدم توفر السيولة، كلها لها أثر كبيرة جدا ومؤثرة على المنظمة بشكل عام. أيضا الأزمات اللي ممكن تكون طبيعية، يعني متعلقة بالمنظمة بشكل عام، بتوقعات المستفيدين، بالتقدم التكنولوجي أو التقادم سوري التكنولوجي، تراجع قوة الزبائن، كل هذه أيضا لها أثار كبيرة جدا على المنظمة بشكل عام. الأزمات يعني إذا عرفنا أسبابها يمكن أن نفكر في آليات ووجود الحلول المناسبة، خصوصا إذا كانت هناك أزمات متعلقة بالولاء التنظيمي، بالانتماء التنظيمي، أزمات متعلقة بالمنظمة وفشل تخطيطها، وهذا ما بهمنا أو بهمنا بالدرجة الكبيرة في الأسباب الإدارية للأزمات بشكل عام. يمكن تلخيص هذا الكلام بشكل مبسط إن شاء الله إذا أنتم جاهزين. جاهزين لتلخيص بعض النقاط؟ نعم. طيب، أسباب الأزمات، العنوان الرئيسي أسباب الأزمات. أولا أسباب إدارية، يعني الأزمات الإدارية، أسباب إدارية، وهي الأزمات الناتجة من أو استحقوت عدم التخطيط الفعال اتخاذ القرارات بشكل عشوائي، ثلاث سوء التعامل مع المشاكل، أربعة سوء إدارة الموارد، خمسة الفساد الإداري، وستة غياب الرقابة. هاي كلها اسمها أزمات إدارية.
هذه الأزمات الإدارية. الأزمات الإدارية لها أمثلة كثيرة، لكن أكثر الأسباب لهذه الأزمات عدم التخطيط الفعال، واحد، اثنين، اتخاذ القرارات بشكل عشوائي، ثلاث، سوء التعامل مع المشاكل، أربعة، سوء إدارة الموارد، خمسة، الفساد الإداري، وستة، غياب الرقابة. هذا النوع الأول. النوع الثاني من الأزمات هي الأزمات السياسية. إذن أزمات سياسية بسبب أو من أمثل عليها تغير الظروف السياسية الغير مستقرة. إذن الظروف السياسية الغير مستقرة، هذا مثال على الأزمات السياسية. إذن من الأزمات السياسية الظروف السياسية الغير مستقرة. من الأزمات القانونية، القانونية، واحد، سياسات الحكومة اتجاه منظمات الأعمال، اثنين، تغير القوانين والأنظمة، تغير القوانين والأنظمة، ثلاثة، الأزمات الاقتصادية والمالية، واحد، التضخم، اثنين، الكساد، ثلاثة، عدم توفر السيولة المالية. الأزمات الاجتماعية، واحد، الانفجار السكاني، اثنين، التفرقة العنصرية، ثلاث، الشائعات السلبية حول المنظمة، وأربعة، الصراعات الاجتماعية. الأزمات الطبيعية وتتعلق بتوقعات المستفيدين والتقادم التكنولوجي وتراجع قوة الزرع. العناصر الطبيعية تتعلق بتوقعات المستفيدين والتقادم التكنولوجي وتراجع قوة الزرع. هذا كل ما يتعلق بأسباب الأزمة. كل ما يتعلق بأسباب الأزمة. في أي سؤال؟ واضح إن شاء الله 100%. تتميز المنظمات المستعدة للأزمات، واحد، بجمود الأنظمة والقوانين، اثنين، ضعف أنظمة الاتصال، ثلاث، ضعف التدريب، أربعة، روتينية التحليل البيئي. شو الجواب؟ تتميز المنظمات المستعدة للأزمات، حكينا، بجمود الأنظمة والقوانين، ضعف أنظمة الاتصالات، ضعف التدريب، روتينية التحليل البيئي. نعم، ده سؤال آخر. فريق الأزمة يجب أو يتميز فريق الأزمة، واحد،
بعدم إدراجه على الهيكل التنظيمي بتشكيل فريق واحد لأكثر من أزمة، ثلاثة بإدراجه على الهيكل التنظيمي. صوت واضح؟ صوت مثال في مشاكل كثير بالنظام للأسف، يعني مشاكل كثير بالمحاضرة. صوت واضح؟ واضح؟ زي ما حكينا، إذا فريق الأزمة يجب أن يكون مدرجا على الهيكل التنظيمي، يجب أن يكون مدرجا على الهيكل التنظيمي. فريق الأزمة واحد يتميز بتشكيل فريق واحد لكافة الأزمات، إدراجه على الهيكل التنظيمي، عدم إدراجه على الهيكل التنظيمي. الجواب هو باء، أن يكون الهيكل مدرج أو يكون الفريق مدرجا على الهيكل التنظيمي. واضح؟ أن يكون مدرجا على الهيكل التنظيمي. سؤال آخر، الفئة الداعمة للأزمة هي الفئة التي أوجدت الأزمة، هنأخذ السؤال، الفئة التي تروج للآثار السلبية للأزمة هي ألف الإيجابية، باء الانهزامية، جيم الصانعة للأزمة. الفئة التي تروج لآثار الآثار السلبية للأزمة هي الإيجابية، الانهزامية، الصانعة. نعم، الفئة الانهزامية. الفئة التي تتمتع بروح إيجابية وتتصدى لصناع الأزمة وتسعى إلى الخروج من الأزمة بنجاح هي الفئة الصانعة للأزمة، الفئة المعارضة، الفئة السلبية. اللي هي الفئة المعارضة، المعارضة للأزمة. نفسها اللي هي الفئة الإيجابية، شيء سمناها الفئة الإيجابية أو المعارضة للأزمة. الشائعات، أعيد السؤال يا منال مرة ثانية. طيب، الفئة التي تتمتع بروح إيجابية وتتصدى لصناع الأزمة وتسعى للخروج من أزمة بنجاح هي الفئة الصانعة للأزمة. اثنين، الداعم للأزمة. ثلاث، المعارضة للأزمة. أربعة، السلبية. اللي هي نفس الفئة الإيجابية اللي هي مثل ما أجابة أشواق اللي تسمى أيضا المعارضة، لا تربط الإيجابية نفس المعارضة، السلبية هي نفس الانهزامية. واضح؟ السلبية نفس الانهزامية، الإيجابية هي نفس المعارضة، والصانعة للأزمة هي الداعمة أيضا للأزمة. واضح؟ يعني كل واحدة لها اسمين، الصانعة والداعمة نفس الاسم، الإيجابية والمعارضة هي نفس الاسم، السلبية والانهزامية نفس الاسم. واضح أخوان؟ الشائعات السلبية حول المنظمة من تعتبر من أسباب الأزمات، واحد الإدارية، من السياسية، ثلاث الاجتماعية، أربعة القانونية. هاي شباب بنات، نعم، الشائعات السلبية حول المنظمة
هي من أسباب الأزمات سياسية إدارية اجتماعية قانونية الاجتماعية. نعم الشائعات السلبية حول المنظمة هي من أسباب الأزمات نعم الاجتماعية. سؤال آخر وأخير، عدم التخطيط الفعال من أسباب الأزمات الاجتماعية الاقتصادية الإدارية القانونية. عدم التخطيط الفعال الإداري، حكينا عن عدم التخطيط الفعال، اتخاذ القرار بشكل عشوائي، سوء التعامل مع المشاكل، سوء إدارة الموارد، الفساد الإداري، غياب رقابة في الأسباب الإدارية. هذا ما يتعلق بالأسئلة اللي أيضا المحاضرة السابقة. راح نيجي لموضوع جديد إن شاء الله متعلق بالإدارة بالأزمات. طبعا احنا الآن لما نتكلم عن الإدارة بالأزمات بشكل عام نتكلم عن مفهوم متعلق بالأزمات وافتعالها وكيفية إيجاد الأزمة. البعض من المدراء يرى بأنه إذا لم يوجد أزمة معينة لم يستطيع أن يدير المنظمة، فدائما هو مولد للمشاكل بين الموظفين، مولد لإثارة النعرات، إثارة المشاكل، إثارة أمور متعددة داخل المنظمة، لأنه إذا وجدت الأزمات فهو قادر على الإدارة، وبالتالي ينصب أو التركيز الرئيسي على المشاكل ويبتعد الكثيرين عن التركيز على الأمور الرئيسية داخل المنظمات. فهي وسيلة لإبعاد النظر عن مشاكل ممكن يكون يعني هناك مشاكل مالية أو خسائر داخل المنظمة أو فساد إداري أو رشوات أو غيره، لكن يحاول مثل هؤلاء المدراء دائما أن يبعد الأنظار عن طريق يعني إثارة مشكلة معينة، إثارة شيء معين، ومن خلال هذه المشكلة يعني التركيز عليها أمام الآخرين، وبالتالي إبعاد النظر عن المشكلة الحقيقية الموجودة في المنظمة. لاحظوا الآن في الإعلام يعني دائما بيحاولوا إنه قدر الإمكان يحاولوا إنه يعني في بعض الأحيان إذا بدهم يتغلبوا على مشكلة معينة يحاولوا أن يوجدوا مشكلة معينة في مكان معين، ومن ثم يحاولوا إنه يبعدوا النظر في هذه أثناء توجيههم أو يصرفوا النظر عن مشكلة معينة بإثارة يعني الإعلام وتوجيهه نحو مشاكل غير حقيقية وغير مهمة أحيانا بتكون، لكن المشكلة الحقيقية بتكون في مكان معين والتوجه بيكون على المشكلة الغير حقيقية، يعني المشكلة بمعنى آخر وهمية أو يعني يتم إيجادها أو يتم تركيز الناس أو توجه الجمهور إليها. في المنظمات يعني هذه تستخدم كثيرا نتيجة يعني قناعة بعض المدراء بأنه لا يستطيع أن يسيطر على الآخرين، لن يستطيع أن يعني أن يكون أو يستمر بإدارته إلا بإثارة المشاكل بشكل دائم. طبعا يتم افتعال الأزمة نعم بصرف النظر زي ما حكيت زينب جهني تحكي إنه يعني عن المشكلة الحقيقية أو الأساسية الموجودة في المنظمة. طبعا هون الآن بده يعني مفتعلي هذه الأزمة بيكون المدير مع مجموعة من الأشخاص بيكونوا يعني قادرين على تحريك الأمور باتجاه معين وتهيئة الأمور بشكل عام. بيتم توزيع الأدوار، ما الذي ستقوم به، ما الذي سنقوم فيه، بالتحذير والتمهيد، يعني بمعنى آخر بيولدوا أزمة من لا شيء، بيطلقوا شائعات معينة، بيحاولوا يكسبوا المؤيدين للأزمة اللي بدهم يفعلوها إلى آخره، يحاولوا دائما إيجاد الأزمة، إيجاد الطريقة التي يتم فيها يعني تفعيل هذه الأزمة. بعد ذلك يصعدوها قدر الإمكان، بيحاولوا إنه يعني يتبعوا طرق مختلفة، إنه دائما يعني كيف نؤثر على الداخليين، على الخارجيين، كيف إنه الجهود كلها تكون متجهة نحو عمل معين، كيف نختار طريقة التصعيد وآلية التصعيد، كيف إنه كل الناس يصدقوا الشائعات، كيف إنه نوجه وسائل الإعلام، نعطيهم بعض الوثائق، نسرب بعض الوثائق، يعني قد تكون فيها نوع من يعني وقوع الإدارة في المشكلة نفسها، لكن تسرب بعض الوثائق من أجل لفت النظر بأنه الإدارة لا ترغب في ذلك، لكن هي تكون وثائق ليست ذو أهمية مقابل المشكلة الحقيقية. يعني بمعنى آخر الآن لو يعني حكينا باختصار إنه في أمر معين أنت بتيش الناس تعرفه نهائيا عنك أو ما بدك حد ينتبه وأنت أخطأت وأصبح مكشوف، لكن ممكن توقع حالك في مشاكل بسيطة في سبيل أن ينظر الناس إليها ويقولوا أنه أخطأ في كذا، أنت بالنسبة لهذا الخطأ عادي،
وأنت بتحاول تتغلب عليه، لكن الخطأ الكبير هذا لا يغتفر عند الآخرين وهكذا. يعني ممكن تكون سرقات بالملايين، ممكن تكون مشاكل معينة، ممكن تكون يعني فضائح إلى آخره. فبيحاولوا دائما إنه قدر الإمكان إنه يعملوا على تسريب بعض الوثائق أحيانا لوسائل الإعلام. طبعا أحيانا بيتم استخدام أدوات غير أخلاقية يعني في عملية تصعيد الأزمة، خصوصا مفتعلي الأزمة ممكن إنه يستخدموا وسائل في الإساءة، في الحرائق، بالعنف، بالاضطرابات، بإعاقة العمل، بتسديد يعني حرج مع الجمهور، فضائح أمام الدولة إلى آخره، تخريب. كل الأمور يعني قد تكون لا أخلاقية قد يمكن استخدامه، لأنه مفتعل الأزمة أصلا هو يكون دو يعني ما عنده الأخلاق الكاملة أو المثالية في التعاملات المختلفة، ما بيكون إنسان يعني قمة في الأخلاق وقمة في التعامل، ما بيكون هيك يعني، دائما بيكون عنده بالعادة لأنه هو مفتعل للأزمات، وبالتالي عنده مشاكل كبيرة جدا، ومثل الفضل سلمين كل سعود غير سوي، يعني هو إنسان يعني يحاول لا يعيش إلا بالمشاكل أو لا يعيش إلا بافتعال المشاكل، فهو عنده مشاكل، عنده سرقات، عنده أخطاء كبيرة جدا يحاول تغطيتها، وبالتالي قد يستخدم كافة الوسائل اللا أخلاقية في تصعيد الأزمة. واللا أخلاقية هنا مجالها واسع وكبير جدا في التعاملات، قد يكون العنف لا أخلاقي، استخدام الوسائل اللا أخلاقية المختلفة، بإعاقة العمل، بسرقة أوراق وتصويرها، بالتدخل في الحياة الشخصية لبعض الموظفين أو المدراء إلى آخره، كلها أمور قد تكون أساليب غير أخلاقية بيستخدموها في العمل مع الطرف الآخر وإيقاع الطرف الآخر في حرج كبير جدا مع المتعاملين أو أصحاب المصالح في المنظمة بشكل عام. طبعا نتيجة هذه الأعمال قد تأتي بعدها مرحلة مهمة جدا من مراحل الأزمة المفتعلة وهي الانفجار، يعني خلاص وصلت الأمور لمرحلة متقدمة، وبالتالي لا نحن ولدنا الأزمة، حاولنا الشائعات، حاولنا أنه نفتعلها، أوجدنا مشاكل، وسربنا وثائق لوسائل الإعلام، استخدمنا عنف، اضطرابات، وسائل أخلاقية في التعامل، كل هذه الأمور استخدمناها لأن تبدأ المواجهة العنيفة وتبدأ الحرب، يعني بمعنى آخر بين الطرفين، الطرف اللي افتعل الأزمة والطرف الآخر الذي يعني يحاول أن يسيطر على الأزمة. أحيانا يعني ممكن يكون مفتعل الأزمة موظفين، ممكن يكون مجلس إدارة، ممكن تكون يعني جهات معينة في الدولة، كل الأمور قد تكون موجودة في عملية افتعال الأزمة. أصحاب هذه صناع الأزمة هم أوجدوها، وبالتالي تأتي المرحلة التي تليها وهي السيطرة. الآن يعني هم الآن بعد ما حققوا أهدافهم واختاروا المجال اللي بدهم يحاربوا فيه، سواء كان بشري، كان تسويقي، كان مالي، كان علاقة مع المجتمع، هم الآن بدأوا في هذه الحرب، وبالتالي المرحلة التي تليها بأنهم سيطروا سيطرة كاملة على الطرف المستهدف. وأنا الآن إذا سيطرت الآن يعني الطرف الآخر فقد قوته، الآن أصبح ضعيف، وبالتالي أبدأ في مرحلة قوية وهي عملية إني يعني التهدئة معه، بحاول قدر الإمكان ثم أبتزه، يعني الابتزاز هنا أن أحصل منه على كافة الأمور التي أحاول تصل عليها، يعني قدر الإمكان أحصل على منافع، أحصل على فوائد، أحصل على كل شيء من هذا الطرف اللي أنا يعني بدأت فيه بافتعال الأزمة معه، وبالتالي سيطرت عليه سيطرة كاملة بحيث أنه يكون نوعا ما هذا الطرف الآخر هو طرف يعني يخضع لكافة الشروط التي سأمليها عليه. طبعا يعني هنا العمل بيكون انه انا بدي اعظم مكاسبي، انا بدي اعمل يعني بحاول قدر الامكان اني انا بعمل لصالح المنظمة، وبالتالي اسيطر على الطرف المستهدف بطريقة معينة. في اي سؤال عن الازمات المفتعلة؟ شو رأيكم يعني الازمات المفتعلة؟ موجودة بالمجتمع، بتلاحظوها في الحياة العملية، لازم افتعال أزمة من أجل يعني بتلاحظوها، مش هيك؟ موجودة، بتلاحظوا وسائل الإعلام أحيانا أنه بيركزوا على أمور معينة بغرض يعني قد تكون أخطاء معينة موجودة في أماكن، بيركزوا على شيء معين بالرغم أنه في أشياء موجودة أهم بالحياة
لكن بيركزوا على نقاط معينة عشان إنه المشاهد ينتبه لها أيضا موجود في رسالة. نعم أنا بدي أصرف نظرك عن أمرها. نعم موجودة بين الدول، موجودة بشكل دولي على مستوى الدولة على مستوى المنظمة، لكن على دراستنا هنا بنركز على مستوى المنظمة. للأسف يعني أكثر المنظمات اللي بيقوموا دائما هم مدراء يعني ضعيف وليس مدير بمعنى الكلمة، يعني ما بيكون قائد، بيكون إنه شخص يعني قادر على إدارة منظمته. يسبب تعيين الأزمة دائما يكون هو شخص يعني عنده أخطاء كثيرة، بالعادة بيكون سارق، بيكون مرتشي، بيكون عنده مشاكل في قدر عدم قدرته على الإدارة بشكل صحيح، ضعف معين، وبالتالي هو يحاول البقاء أطول فترة ممكنة في المكان، وبالتالي يفتعل الأزمة. كل فترة معينة تجده مثل هؤلاء الأشخاص تجده يفتعل أزمة معينة. جاهزين للترخيص إذا تحبوا، إذا في أسئلة. يلا إن شاء الله. العنوان مفهوم الإدارة بالأزمات. الإدارة بالأزمات هي عملية توليد الأزمات من لا شيء وافتعالها بهدف إبعاد الأنظار عن المشكلات الحقيقية التي تواجه المنظمة. إذن هي عملية توليد الأزمات من لا شيء وافتعالها بهدف إبعاد الأنظار عن المشكلات الحقيقية التي تواجه المنظمة. مجالات الأزمات المفتعلة: 1 المجال التسويقي، 2 المجال المالي، 3 مجال الإنتاج. إذن مجالات الأزمات المفتعلة: 1 المجال التسويقي، 2 المجال المالي، 3 مجال الإنتاج. الإدارة بالأزمات هو أسلوب المدراء الفاشلين بالعادة الذين لديهم أخطاء جسيمة في المنظمة. إذا الإدارة بالأزمات هو أسلوب المدراء الفاشلين بالعادة والذين لديهم أخطاء جسيمة في المنظمة، واتباعهم هذا الأسلوب قد يؤدي بالتالي إلى دمار المنظمة. إذن الإدارة بالأزمات هو أسلوب المدراء الفاشلين بالعادة والذين لديهم أخطاء جسيمة في المنظمة، واتباعهم هذا الأسلوب قد يؤدي بالتالي إلى دمار المنظمة. عنوان: شروط افتعال الأزمة. شروط افتعال الأزمة: 1 الإعداد المبكر للأزمة المفتعلة. الإعداد المبكر للأزمة المفتعلة. 2
تهيئة البيئة الداخلية ثلاثة توزيع الأدوار للأطراف المشاركة في صنع الأزمة وأربعة الاختيار الدقيق لموعد ومكان تفجير الأزمة. إذن شروط افتعال الأزمة: واحد، الإعداد المبكر للأزمة المفتعلة. اثنين، تهيئة البيئة الداخلية. ثلاث، توزيع الأدوار للأطراف المشاركة في صنع الأزمة. وأربعة، الاختيار الدقيق لموعد ومكان تفجير الأزمة. الاختيار الدقيق لموعد ومكان تفجير تفجير نعم تفجير تفجير الأزمة. لأن عنوان مراحل صنع الأزمة المفتعلة. المرحلة الأولى ولادة الأزمة، هاي المرحلة الأولى ولادة الأزمة، ويتم في هذه المرحلة واحد، إطلاق الشائعات، بهدف تشويه الأطراف المستهدف. إذن المرحلة الأولى زي ما حكينا ولادة الأزمة، ويتم في هذه المرحلة إطلاق الشائعات بهدف تشويه الأطراف المستهدفة. اثنين، استخدام الإعلام بصورة مكثفة، بهدف كسب المؤيدين إذن العمل أو استخدام الإعلام بصورة مكثفة بهدف كسب المؤيدين. الآن سؤال، عنوان ثاني أو المرحلة الثانية، تصعيد الأزمة أو تنمية الأزمة، تصعيد الأزمة وتسمى أيضا تنمية الأزمة. ويتم في هذه المرحلة إيقاع الطرف المستهدف عبر مجموعة من التكتيكات المتكاملة. إذا تصعيد الأزمة أو تنمية الأزمة
ويتم في هذه المرحلة إيقاع الطرف المستهدف عبر مجموعة من التكتيكات المتكاملة. ألف تكتيك التصعيد الأفقي، من خلال اختيار مصادر متنوعة بهدف التشتيت في جهود وأعمال الطرف الآخر. إذن تكتيك التصعيد الأفقي من خلال اختيار مصادر متنوعة بهدف التشتيت في جهود وأعمال الطرف الآخر. ب تكتيك التصعيد العمودي من خلال اختيار مصدر واحد بهدف زعزعة الطرف الآخر وجيم تكتيك التصعيد الدائري التراكمي من خلال إيجاد بؤر ومصادر لصنع الأزمة بهدف زيادة شدة الأزمة وعنفوانها أحيانا وتخفيف الأزمة في أحيان أخرى بهدف زيادة شدة الأزمة أحيانا وتخفيف حدتها في أحيان أخرى. برد عيد مرة ثانية باء وجيم ولا كامل؟ طيب ألف أو خلينا نعيد بالبداية. عسلي تصعيد الأزمة المرحلة الثانية أو تنمية الأزمة، ويتم في هذه المرحلة إيقاع الطرف المستهدف عبر مجموعة من التكتيكات المتكاملة. ألف تكتيك التصعيد الأفقي من خلال اختيار مصادر متنوعة بهدف التشتيت في جهود وأعمال الطرف الآخر. ب تكتيك التصعيد العمودي من خلال اختيار مصدر واحد. المصادر المقصود فيها يعني الآن الطرق اللي بنستخدمها، يعني الآن أنا بتبع إنه هل أتبع إنه على سبيل المثال طريقة واحدة المتنوع الأفقي يعني على مسار كبير جدا، مش إنه عمودي أنطلق منه. العمودي بده يكون مصدر واحد فقط لا غير، أتبع طريقة واحدة وأسلوب واحد في إثارة النعرات، في إثارة المشاكل، في إيجاد مشكلة معينة فقط لغير ما أتبع مثلا على سبيل المثال المجال التسويقي وأبدأ في اختيار هذا المصدر وضرب كل الجهات في هذا المجال بركز عليه. الآن إذا بدي الآن إني أول إذا ممكن أروح على الإنتاج وأروح على التسويق أروح على مجال مالي على مجال مواد الشبكة إلى آخره، عندي مصادر وعندي الطرق موجودة عندي لمحارب أو لابتزاز الطرف أو الوصول إلى ابتزاز الطرف الآخر. واضح يا زينب؟ واضح؟ زينب طيب. إذا التكتيك الثاني احنا حكينا باء تكتيك التصعيد العمودي من خلال اختيار مصدر واحد بهدف زعزعة الطرف الآخر. تكتيك التصعيد العمودي من خلال اختيار مصدر واحد بهدف زعزعة الطرف الثاني الطرف الآخر. كيف شو معنى زعزعة؟ يعني
زعزعت، المقصود فيها يعني انك تهزه، انك خلخله الى اخره. ايوه صح. طيب تكتيك التصعيد الدائري التراكمي من خلال ايجاد بؤر ومصادر لصنع الازمه بهدف زياده شده الازمه احيانا وتخفيف حدتها في احيان اخرى. واضح؟ في اي سؤال؟ ممتاز. نخدم كما يتم في هذه المرحلة اللي هي نفس المرحلة الثانية العمل على تأكيد الشائعات واستخدام أدوات غير أخلاقية لتصعيد الأزمة كالعنف وإعاقة العمل وغيرها من الوسائل كما يتم في هذه المرحلة العمل على تأكيد الشائعات واستخدام أدوات غير أخلاقية لتصعيد الأزمة كالعنف وإعاقة العمل وغيرها من الوسائل. هذا كل ما يتعلق اليوم. إن شاء الله المرة القادمة راح نكمل المراحل وبعدها ننتقل للأزمات في المنظمة بشكل سريع إن شاء الله. طيب بس سؤال هيك على السريع إن شاء الله، اختيار مصادر متنوعة بهدف التشتيت في جهود وأعمال الطرف الآخر هو تكتيك التصعيد العمودي، 2 تكتيك التصعيد الدائري، 3 تكتيك التصعيد الأفقي، 4 تكتيك التصعيد التراكمي. لا ليش ليش عمودي؟ الأفقي اللي هو تكتيك اختيار مصادر متنوعة بهدف التشتيت في جهود وأعمال الطرف الآخر، هو تكتيك التصعيد الأفقي. مرة ثانية، اختيار مصادر متنوعة بهدف التشتيت في جهود وأعمال الطرف الآخر هو تكتيك التصعيد، 1 العمودي، 2 الدائري، 3 الأفقي، 4 التراكمي. الأفقي. أسلوب الإدارة بالأزمات هو أسلوب المدراء الناجحين، ب الفاشلين، ج المتميزين. عملية توليد الأزمات من لا شيء وافتعالها بهدف إبعاد الأنظار عن المشكلات الحقيقية التي تواجه المنظمة هي أزمات الإدارة، الإدارة بالأزمات، الأزمات الإدارية. نعم، الإدارة بالأزمات. نعم، المرحلة الأولى من مراحل صنع الأزمة المبتعدة هي 1 تنمية الأزمة، 2 تصعيد الأزمة، 3 المواجهة العنيفة، 4 ولادة الأزمة. المواجهة العنيفة. في أي سؤال؟